لو جربت كل هذه الشاشة بتقول ما عدا بشاشة عادية بعد كذا. وإذا مو مقتنع تابع الفيديو، وطبعا لا تنسانا باللايك والسبسكرايب، وخلونا نبدأ. شاشة ASUS ROG Swift OLED PG34 WCDM. أول حاجة بتلاحظها في الشاشة أن تصميمها جميل جداً وحوافها نحيفة، ونسبة انحناء الشاشة هي 800R، ومن وراء الشاشة بتشوف شعار روغ الكبير مع إضاءة RGB بأسلوب البكسل. بالنسبة للستاند اللي يجي مع الشاشة فيه إضاءات باللون الأحمر من قدام، ومن تحت شعار روغ مضيء، وإضاءة لكلمة سويفت من الخلف، وتقدر توجه الشاشة يمين ويسار وتعدل ارتفاعها وزاويتها بشكل بسيط. والحين تعال أخذك لفة على مواصفات الشاشة. حجمها 34 إنش ألترا وايد بدقة 3440x1440، وتعطيك سرعة تردد توصل ل 240 هرتز، ومتوافقة مع تقنيات إنفيديا جي سينك و AMD فري سينك بريميوم برو وفيسا أدابتيف سينك. والرائع هنا أن تقنيتها هي الأولد، يعني حتشوف درجات سواد عميقة في المحتوى والألعاب ووضوح عالي جدا في الألوان. واختبرت سرعة الإجابة عن طريق تجربة لعبة Call of Duty Modern Warfare 3، وعطتني خلال التجربة بين 180 إلى 240 إطار في الثانية، وكانت تجربة سلسة جداً ومريحة للعين بفضل سرعة تردد الشاشة وزمن الاستجابة اللي هي بسرعة 0.03 ms. الشاشة هنا أيضاً تدعم الـ HDR بمعيار 400 True Black، وجربت وياها لعبة Shadow of the Tomb Raider، وعلى طول لاحظت أن الكونتراست ووضوح الألوان عالي جداً، وخصوصا في المناطق المظلمة. الشاشة توفر لك ايضا وضعيات مختلفة على حسب اللعبة او نوع الاستخدام. مثلا لو شغلت وضعية FPS مود راح يرفع لك سطوع الشاشة ويسهل عليك انك تشوف العدو وتفاصيل ثانية في الاماكن المظلمة. بينما السينما مود يعدل لك الوان الشاشة ويعطيك افضل مظهر للالعاب والمحتوى. واذا انت من النوع اللي يغير اعدادات الشاشة كثير، عندك طريقة اريح من انك تستخدم ازرار تحكم الشاشة، واللي هي برنامج Display Widget Center من ASUS. البرنامج راح يتعرف على نوع الشاشة اللي عندك ويظهر لك كل اعداداتها مثل الوضعيات اللي ذكرتها سابقا، ومؤشرات تضيفها على الشاشة مثل عداد الـ FPS وغيرها. وتقدر ايضا تتحكم في مكان هالعناصر وتحركها للمكان اللي يناسبك على الشاشة. وعندك بعد إعدادات الاهتمام والمحافظة على شاشة الأولد، تقدر تفعل أشياء مثل السكرين سيفر اللي يخفض لك السطوع بعد فترة من عدم الاستخدام، وتفعل تذكير من الشاشة بعدد معين من ساعات الاستخدام عشان تنفذ عملية تنظيف بكسلات الشاشة. بالنسبة للمنافذ عندك 2 HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort 1.4 و-USB 3.2 و-USB Upstream ومنفذ USB-C مع توصيل طاقة بقوة 90 واط. وقبل أن ننهي الفيديو خلني أزيدك من الشعر بيت. الشاشة جات وياها كل المستلزمات اللي تحتاجها وفي حافظة جميلة، فبتحصل سلك DisplayPort وسلك HDMI 2.1 اللي عليه باركود لشهادة جودة السلك، وسلك USB-C و-USB Upstream اللي ممكن يفيدك انك تشبك عليه USB Hub مثلا. واخيرا عندك أقراص بلاستيك إضافية، واحدة منهم بتصميم مختلف لإضاءة الستاند. ولو حبيت تغير التصميم بطريقة سهلة جدا، بس تفك الغطاء للإضاءة وتدف القرص اللي فيه وتحط واحد بداله ويرجع يركب في القاعدة بالمغناطيس. وهذا كان استعراض شاشة ASUS ROG Swift OLED PG34 WCDM. ها ايش رأيك فيها؟ عجبتك ولا ما عجبتك ولا بس ودك تسولف عنها؟ اكتب لي تحت في التعليقات، وطبعا لا تنسانا باللايك والسبسكرايب، ومع السلامة.